يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء تضع على رأسها صبغات تمنع وصول الماء إلى الشعر، فما حكم المسح عليها في الوضوء؟ لا، إذا كانت الصبغات تتجمد، إذا كانت تتجمد على الشعر ولا يصل الماء إليه فلا بد من إزالتها، ولا يصح الوضوء ولا يكفي المسح عليه. وأما إذا كانت الصبغات ما تتجمد على الشعر ولا تمنع الماء من وصول الشعر فلا بأس. نعم.